بما ان النهاردة طبعا يعني المساجد ممتلئة على بكرة ابيها، وحتى من لم يذهب الى المسجد هي ليلة يفضل ويستحب فيها الدعاء ومناجاة الله. فياريت كلنا ندعي لأهلنا في فلسطين وأهلنا في قطاع غزة اللي داخلين على 6 أشهر من أعمال القصف والعدوان والجرائم المتتالية واحدة تلو الأخرى ومذبحة تلو الأخرى، وما زالت إسرائيل بتعصف بكل القوانين الدولية وكل النداءات الدولية وكل المواقف الدولية. عرض الحائط تتحدث عن أكثر من 40,000 شهيد وما يقارب 80,000 مصاب وتدمير كامل لقطاع غزة بما فيه كل المساجد تقريبا دمرت في القطاع. فيا رب بحق هذا اليوم المبارك أن نرى نهاية لهذه المشاهد المؤلمة ونهاية لهذه الحرب التعيسة الغاشمة المجرمة. والمناسبة دي الحقيقة أنه كان عندنا خبرين مهمين. خبر أنه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خرج بقرار بيدعو فيه إلى فرض حظر لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، عرضته 8 دول لكن وافقت عليه 40 دولة. فهل تلتزم إسرائيل؟ أشك. أيضا ده بيتزامن مع مفاوضات ووجود ويليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري واستئناف وأيضا رئيس المخابرات المصرية ومحاولة لاستئناف ورئيس الموساد لاستئناف أيضا المفاوضات بشأن عملية إطلاق سراح الرهائن وإيقاف الحرب. فلتنجح هذه الجولة الجديدة. أروح للدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. أهلا بك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. بندعو لأهل فلسطين في هذا اليوم المبارك ويا رب إن شاء الله نشوف نهاية لهذه الحرب الغاشمة. بداية تحية الأخ الكريم ولكل السادة والمشاهدين المتابعين الكرام. نتمنى أن تكون هذه أيام فرج على شعبنا الفلسطيني الذي يعني يمر بحرب لم يشهدها بتاريخه منذ 182 يوم. كيف نظرت لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وقرار يعني اعتبر البعض قرار مهم للغاية، قرار بحظر توريد السلاح لإسرائيل؟ كيف ترى هذا الموضوع تزامنا أيضا مع بدء جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة؟ طبعا القرار مهم لأنه في النهاية هو يأتي من باب الانتصار للحقوق الفلسطينية بشكل كبير، ولكنها تعرف كل هذه القرارات بلا مخالب للتنفيذ، بلا قوة لتنفيذ قرارات إلزام هذه الدول التي تمول السلاح للاحتلال سرا وعلانيا. تعرف أنه طبعا ضرب المطبخ العالمي أثر، أو هذه المأساة اللي غير تأثر على مجتمع الدولة، بدأ يحرك بضرورة أن يكف الاحتلال عن ارتكاب الجرائم. ولكن المشكلة الأساسية أن الآن الحديث على أنسنة الصراع، وهذا أمر خطير جدا. اليوم نحن لا نريد أن يعني تحاصر القضية الفلسطينية في كيف نوفر مساعدات غذائية للشعب الفلسطيني. يجب أن توضع آلية لوقف هذه الحرب أو ماكينة القتل تدخل في الشعب الفلسطيني، توضع أطاق لعملية سياسية تفضي لقيام الدولة الفلسطينية. لكن أن ينحصر كل الأمر في كيفية توفير طعام وغذاء دون الحديث عن وقف إطلاق نار ودون حديث عن أفق سياسي، فهذا نعتقد يعني عودة مرة أخرى للعالم لإدارة الصراع دون طرح رؤى لحل. اليوم نعرف أنه اليوم هو يوم الطفل الفلسطيني، والطفل الفلسطيني الذي أصدرت اليونسف اليوم بيان أيضا حول ذلك، فهي تعطي دلالة على أن الطفل الفلسطيني ليس فقط هو لا يعيش حياة الطفولة العادية، هو يعيش حياة القتل والموت على مدار سنوات طوال، لا تكاد أيام أو سنة يعني تمر على هذا الطفل إلا يشهد بها حرب متكررة. مهم أن غدا يعني حسب التقرير يوم الأحد ستعقد مرة أخرى جلسات الحوار الغير مباشر بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، عسى أن نصل إلى هدنة. ونعتقد أن هذه الساعات الحرجة والصعبة قبل العيد، لأن الجميع كان يتمنى نصل ذلك قبل بداية شهر رمضان، ثم أصبحت الأمور إلى قبل العيد. نتمنى أن يتم الاتفاق لذلك، وجود طبعا رئيس المخابرات الأمريكية CIA ويليام بيرنز قد يساعد في الوصول إلى الاتفاق. ولكن من تمرد على قرارات الأمريكان في السابق ليست المقاومة على فكرة، هو الاحتلال الذي تراجع عن ذلك بشكل كبير جدا. والمقاومة اقتربت بصراحة في موافقتها للعرض الأمريكي الذي عرض، كان في موضوع عدد الأسرى، كان في أيام الهدن، وكذلك
آلية عودة النازحين من الجنوب إلى الشمال، وبالتالي من أقل ذلك الاحتلال الإسرائيلي. هل اليوم الوفد المشارك معه صلاحيات للوصول إلى الحد الأدنى بالعادة المفروض هي حد أدنى وحد أعلى للوصول للالتقاء، أم ستكون جولة فاشلة كالجولات السابقة؟ نتمنى والله نتمنى أنها تكون جولة أخيرة ويتوقف أو تتوقف هذه الحرب قبل حلول العيد. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن الراقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. النهاردة يوم اليتيم، تخيلوا حضراتكم كم ألف طفل فلسطيني تيتم، وكم طفل أصلا في يوم الطفل الفلسطيني قتل. نتحدث عما يقرب من 12 ألف طفل فلسطيني تم قتلهم بدم بارد، فضلا عن تشريد وتيتيم يعني عشرات الألاف من الأطفال الفلسطينيين على مدار هذا الصراع الأليم.